ضربة عسكرية جديدة مدوية هزت الأراضي العراقية يوم أمس، وتفاصيل هذه الضربة في حقيقة الأمر هي تمت فعلا في مدينة الموصل التي ترونها هنا. وإذا ما دخلنا بتفاصيل أكبر لطبيعة ما جرى، هي فعلا تمت بطائرة مسيرة كانت موجودة في هذه المنطقة في الموصل، وتحديدا إلى غرب الموصل. الطائرة المسيرة مباشرة كانت قد استهدفت إحدى السيارات أو العجلات المدنية التي كان يتواجد فيها 5 أشخاص من بينهم امرأة، ودمرت هذه السيارة بالتمام والكمال، وطبعا قتلوا 5 أشخاص الموجودين داخل هذه المركبة أو السيارة بكل تأكيد. وكانت هنالك لقطات لطبيعة الضربة التي جاءت لهذه العجلة التي ترونها دمرت بهذا الشكل، وكانت قد ضربت كما هو واضح في هذه المنطقة المفتوحة التي ترونها. كان هنالك بيانا صادرا سريعا من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، قد أكد بأن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة تركية، وأن العجلة التي استهدفت كان يتواجد فيها 5 عناصر من البككة وقتلوا جميعا. وكانت هنالك أيضا أنباء تتحدث عن جرحى قد تعرضوا طبعا إلى بعض الجروح، الكلام هنا عن جريحين بكل تأكيد. دمرت هذه العجلة، قتلوا هؤلاء العناصر بهذا الشكل. وهنالك نقطتين مهمتين قد تدعم هذا البيان القادم والصادر من جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان. الأولى هي حقيقة أن الضربة جاءت إلى غرب الموصل كما تحدثنا، وهي كانت قريبة بحسب التقارير التي جاءت من هذه الضربة من بوابة الشام، من قرية دجلة تحديدا. وهذه المنطقة إذا ما ألقينا نظرة عليها سنلاحظ بأنها ممتدة إلى طريق يمتد بهذا الاتجاه إلى تل العفر، ومن تل العفر إلى سنجار، وسنجار هي معقل مهم لحزب العمال الكردستاني. تواجد لحزب العمال الكردستاني واضح في جبل سنجار وفي سنجار كبير للغاية، وهذا ما يرشح أن هذه العناصر التي كانت موجودة في هذه السيارة هم عناصر من حزب العمال الكردستاني. كذلك نقطة أخرى، أن هذه وطبيعة هذه العمليات بالطائرات المسيرة ضد العجلات المدنية التي يتواجد فيها عناصر لحزب العمال الكردستاني، هي كانت قد حدثت في الفترة الأخيرة بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال في آخ جلار كانت هنالك عملية بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وكذلك في مخمور، وتبين فيما بعد بأن كانت هنالك قيادات عليا في حزب العمال الكردستاني في الداخل العراقي كانوا متواجدين في سيارتهم تنتظر الطائرة المسيرة، يتحركون إلى مناطق مفتوحة وبعدها يقومون بهذا الاستهداف الدقيق بكل تأكيد. الشهر الماضي على سبيل المثال كان هنالك استهدافا في كلار التي تأتي تقريبا بهذا الاتجاه الذي ترونه. بالنسبة لكلار كان الاستهداف قادما إلى إحدى أيضا الشخصيات الكبيرة والمهمة جدا على مستوى الداخل السوري، وهو فرهاد شبلي. هذا الرجل هو نائب الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شمالي وشرقي سوريا. الرجل كان هنالك ناعيا رسميا لطبيعة عملية الاغتيال لهذا الرجل، على الرغم كما هو واضح بأنه يعمل على المستوى السوري، إلا أنه كان في كلار في الداخل العراقي واختالته تركيا الشهر الماضي بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. طائرة مسيرة، سيارة مدنية، شخصية مهمة جدا في الداخل مرتبطة بهذه العناصر طبعا، إذا كانت حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية أو غيرها، ويتم الاستهداف بكل دقة. ولكن هذه طبعا المسألة لا تعني بأن هذه القصة هي القصة الوحيدة التي ظهرت من كل ما ظهر من معلومات من هذا الاستهداف. فكان هنالك مثلا، وكانت هنالك تصريحات حاضرة من محافظي نينوى بالإضافة إلى غياث السورتشي وهو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أكدوا واتفقوا تماما على أن الطائرة المسيرة هي طائرة تركية، ولكن في نفس الوقت أكدوا بأن هذه العجلة المدنية من كان يتواجد فيها هم ليسوا من حزب العمال الكردستاني، هم كانوا مدنيين، وكان أحدهم أساسا ضابط في الشرطة برتبة ملازم أول قد قتل في هذه العملية. وبالتالي المسألة ليست مرتبطة بحزب العمال الكردستاني بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يعقد قضية ما جرى فعلا من استهداف يوم أمس. المشكلة الحقيقية أن تركيا لم تصدر، وزارة الدفاع التركية، أي بيان
حول هذه العملية، وهم في العادة ينتظرون ما يقارب الأسبوع إلى 6 أيام لكي يصدروا تقريرا أو يصدروا بيانا رسميا فيما حدث. وكذلك حزب العمال الكردستاني في العادة أيضا لا يصدر أي بيان، لا ينفي ولا يؤكد حول هذه طبيعة الاستهدافات، أو مثلا ينعى ضحاياه بأي شكل من الأشكال، خاصة فيما يجري في الداخل العراقي. هذه العملية التي نتحدث عنها بكل تأكيد هي تأتي من ضمن عملية عسكرية بدأتها تركيا في الداخل العراقي في الشمال العراقي، وهي قفل المخلب في أبريل الماضي، وهي من أجل إغلاق هذه المنطقة الشمالية التي ترونها بهذا الشكل، من أجل منع عناصر حزب العمال الكردستاني من استخدام الأراضي العراقية في استهداف الأراضي التركية. نفس هذه العملية متوقع أن تنطلق في الداخل السوري، وتحديدا بهذا الاتجاه لإغلاق هذه المنطقة التي ترونها على عمق 30 كيلومترا، من أجل تحقيق نفس الهدف، وهو منع حزب العمال الكردستاني من استغلال الأراضي السورية في استهداف العمق التركي. وكذلك في نفس الوقت الهدف الآخر هو إعادة اللاجئين السوريين في الداخل التركي إلى الداخل السوري، من أجل تخفيف الأعباء التي تتعرض لها تركيا بسبب اللاجئين السوريين الموجودين في تلك المنطقة. ولكن هنالك مشكلة حقيقية تواجهها تركيا في العملية التي تجري في الداخل السوري. يجب أن ننتبه أن العملية في الداخل العراقي بالنسبة لقفل المخلب لم تنتهي حتى هذه اللحظة، هي مستمرة، والدليل الاستهداف الذي نتحدث عنه الآن واليوم حول عملية الاغتيال التي جرت، أو الضربة ضد العجلة المدنية التي كان يتواجد فيها 5 أشخاص. في سوريا هنالك مشكلة حقيقية لم تبدأ هذه العملية بسبب التعقيدات التي تتعرض لها تركيا، والتعقيدات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك فيتو منها مباشر، كذلك هنالك فيتو روسي، ولا يريدون تركيا أن تقوم بهذه العملية، بالإضافة إلى ذلك الموقف الإيراني المحير حول هذه المسألة. فوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في هذا الشهر وفي مطلع هذا الشهر وتحديدا في الأول من يوليو كان قد صرح إلى تركيا وقال بأننا نتفهم تماما الأسباب التي تريد تركيا القيام بالعملية في الداخل السوري، ونتفهم تماما القلق الذي تأتي منه تركيا من أجل القيام بهذه العملية، ولكن في نفس الوقت الفصائل المسلحة التابعة لإيران الموجودة طبعا مع النظام السوري وحتى قسد بدأت تميل لهم، بدأوا يحشدون في المناطق التي تحاول تركيا التقدم إليها والسيطرة عليها. على سبيل المثال إذا ما أخذنا صورة مقربة إلى الداخل السوري، فيجب أن نفهم بأن بالنسبة للقوات التركية ما تفكر به طبعا بعدما قامت بالسيطرة على هذه المنطقة التي ترونها باللون الأخضر، حولتها إلى اللون الأخضر في عام 2016، وبعدها حولت هذه المنطقة باللون الأخضر أيضا، ودعمت طبعا الفصائل المدعومة من قبلها أو الجيش السوري الحر كمسمى آخر في عام 2018، وبعدها في عام 2019 حولوا هذه المنطقة وسيطروا عليها بهذا الاتجاه باللون الأزرق الذي ترونه. العملية العسكرية التركية التي من المفترض أن تنطلق في أي وقت ستستهدف طبعا عين العرب بهذا الاتجاه، وتستهدف السيطرة على منبج، وتستهدف السيطرة على تل رفعت التي ترونها. المشكلة هنا في تل رفعت، الفصائل المسلحة الموالية لإيران مع عناصر النظام السوري كلهم يحشدون في تل رفعت بهذا الاتجاه بشكل مكثف للغاية، إلى درجة أن الأعلام التي رفعت في تلك المنطقة هي ليست أعلام مثلا النظام السوري، لا أبدا، بل أن في 14 يوليو قبل أيام قليلة ظهر العلم الإيراني، هنا كما تلاحظون علم إيراني، هنا علم إيراني آخر، والواضح بأن الهدف الأساسي لتوضح إيران والفصائل المسلحة الموالية لإيران بأننا نقف ضد العملية العسكرية التركية القادمة. وهنا طبعا تكمن المشكلة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما يهدف إليه وكيف سينجح في هذه العملية. المثير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا سيكون في قمة مهمة جدا في الداخل الإيراني، الرجل سيكون في قمة يتواجد فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي، وهو بكل تأكيد سيحاول الحصول على الضوء الأخضر من إيران ومن روسيا من أجل القيام بهذه العملية وإغلاق هذه المنطقة بالتمام والكمال على طبعا الوحدات حماية الشعب الكردية أو غيرها، بالإضافة إلى ذلك أن الفصائل المسلحة
الموالية لإيران ستبتعد ليس مهما ما الذي ستقوله الولايات المتحدة الأمريكية إن أعجبها أو لم يعجبها الأمر، لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح على علم واضح وأصبح واضحا له وللجميع بأن هنالك تقاربا إيرانيا روسيا، وأن إيران وروسيا تمتلك النفوذ الأكبر والأكثر تأثيرا على المستوى السوري، وهي إذا أعطت الضوء الأخضر ستنطلق هذه العملية التي نتحدث عنها بكل تأكيد، وسيحقق نجاحا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه العملية. ولكن الأهم من هذا الأمر هو التقارب الإيراني الروسي، وهذا المحور الذي على ما يبدو بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الاقتراب من هذا المحور بشكل أكبر لأسباب مهمة للغاية، أن هذا التقارب ليس تقاربا عاديا. إيران بحسب تقارير مؤخرا صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن إيران تريد تزويد روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطائرات المسيرة من أجل استخدامها في أوكرانيا وفي المعارك التي تجري في أوكرانيا. ما كشف عن هذه التفاصيل هو جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي على CNN الأمريكية. كانت هنالك الكثير من التحديثات المرتبطة بهذا الأمر، وصلت إلى درجة إلى صورة قادمة من الأقمار الصناعية نشرتها CNN الأمريكية، ووضحت أن طائرات شاهد 191 وطائرة شاهد 129 في مطار كاشان إلى جنوب العاصمة الإيرانية طهران، كان هنالك وفدا روسيا قد حضر وألقى نظرة على هذه الطائرات الإيرانية القاصفة المهمة للغاية، وهذا الوفد الروسي قد زار مطار كاشان مرتين بحسب التقرير الذي تحدثت عنه CNN وكذلك جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. هي تمت الشهر الماضي وخلال هذا الشهر وتحديدا في 5 يوليو، بل إن هنالك تفاصيلا جديدة حول هذه المسألة هي مثيرة للغاية عن عدد الطائرات المسيرة التي تنوي إيران تزويد روسيا بها من أجل استخدامها في المعركة الجارية في أوكرانيا، وهذا ما ذكرته النيويورك تايمز خلال 24 ساعة الماضية عن طريق مسؤولين أمريكيين. قالت الآتي: إيران تستعد لتوفير ما يصل إلى 300 طائرة مسيرة، وستبدأ في تدريب القوات الروسية على كيفية استخدامها في وقت مبكر هذا الشهر. النقطة الأساسية هنا: أين ستستخدم روسيا هذه الطائرات المسيرة؟ هنا السؤال الأكبر الذي يجري. لماذا هذا السؤال وسؤال مهم للغاية؟ وذلك بسبب أن القوات الروسية فعلا تتقدم بقوة كبيرة جدا في داخل إقليم دونباس، وهي على وشك أن تحقق نتائجا هائلة للغاية هنا كما تلاحظون شرق أوكرانيا، وهذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه الحدود العازلة والفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. القوات الروسية سبق وأن سيطرت على لوغانسك بالتمام والكمال، وهي لا زالت مسيطرة بهذا الاتجاه ولا زالت تضغط بهذه الاتجاهات التي ترونها، وذلك من أجل السيطرة على سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك التي تأتي بهذا الاتجاه. القوات الروسية الآن وما هو جديد هي بدأت تضغط بهذا الاتجاه بسرعة كبيرة، وبدأت عمليات قصف كبيرة جدا تتعرض لها هذه المنطقة تمهيدا للتقدم. دعونا نقترب قليلا فقط لنعرف ما الذي يجري في هذه المنطقة تحديدا، ولكي نفهم بالضبط لماذا الساعات القادمة والأيام القادمة ستكون حاسمة في معركة إقليم دونباس. وبالتالي بالنظر إلى هذه المنطقة الآن والنظر إلى هذه هي سلوفيانسك، وهنا كراماتورسك التي ترونها التي لا زالت فيها القوات الأوكرانية بكل تأكيد، وكذلك هي كانت متواجهة في سيفرسك وسوليدار وكذلك في باخموت. القوات الروسية تقدمت وسيطرت في الأيام القليلة الماضية على سيفرسك، تقدمت كذلك وسيطرت على سوليدار، وتقدمت من هذه الجهة ووصلت إلى فسيلا دولينا بهذا الاتجاه على مسافة ما يقارب 2.4 كيلومترا، وكذلك هي لا زالت تحاول السيطرة على الأقل حتى هذه اللحظة وبحسب آخر التقارير القادمة من معهد دراسات الحرب على هذه النقطة التي هي تعتبر محطة كهرباء، تحاول القوات الروسية عدم تدميرها، تتحصن فيها الكثير من عناصر القوات الأوكرانية. وطبعا هي بدأت بعملية إحاطة بهذا الاتجاه وإطباق عليها من أجل إجبار القوات الأوكرانية على عملية الانسحاب إلى هذه المناطق إلى باخموت للتحصن بها دون تدمير هذه المحطة المهمة للغاية. الأمر الجديد الذي يأتي هو يأتي كما تحدثنا إلى شمال سلوفيانسك من هذا الاتجاه، بدأ الضغط يأتي على هذه المنطقة. دعونا نأخذ مثلا لقطة مختلفة بهذا الاتجاه إلى الشمال قليلا
حيث أن هنالك منطقة معينة تهدف القوات الروسية للسيطرة عليها بكل تأكيد من أجل تحقيق النجاح الذي تبحث عنه. وبالتالي بالنظر إلى هذه المنطقة مرة أخرى، هذه هي النقطة المهمة، وهي بارفينكوفا بهذا الاتجاه، وهنا سلوفيانسك كراماتورسك التي تحدثنا عنها، وطبعا بهذا الاتجاه الذي ترونه هي تأتي طبعا منطقة باخموت بهذا الاتجاه تقريبا بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية كما تحدثنا سيطرت على سيفريسك، سيطرت كذلك على سوليدار، والآن الشيء الجديد والقادم هي بدأت بعمليات قصف على بارفينكوفا كبيرة للغاية، بدأت تقصف هذه المناطق التي ترونها التي تتواجد فيها أيضا القوات الأوكرانية، وبدأت تقصف هذه المناطق أيضا التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية بشكل مكثف للغاية. وهذا القصف والمدفعية الكبيرة والضربات الكبيرة، الهدف الواضح منها للقوات الروسية، وعلينا بسهولة معرفة أن هنالك تمهيد لتقدم إلى بارفينكوفا لاقتحامها، وبعدها التقدم إلى هذه المناطق من أجل الضغط على سلوفيانسك، وهنا القصف يأتي من أجل أن تتقدم القوات الروسية كما هو واضح من منطقة سيفريسك على الأقل، من أجل السيطرة على المنطقة وبلد الضغط على سلوفيانسك. وفي هذه الأثناء في نفس الوقت وفي ظل الضغط على باخموت التي تحدثنا عنها، من الممكن للقوات الروسية أن تسيطر عليها وتفتح محاورا سريعة على كراماتورسك، ونرى خلال ساعات هذه المدن تسقط بيد القوات الروسية بسرعة كبيرة للغاية. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى الخارطة الآن من مستوى بعيد على الأقل بالنسبة لشرق أوكرانيا، سنلاحظ بأن فعلا الأمور وصلت إلى النهاية بالنسبة لهذه المعارك، اقتربنا كثيرا من النهاية إذا ما سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه. وبهذا الاتجاه لن يتبقى الشيء الكثير، ستبقى مدن صغيرة تسيطر عليها. إذن لماذا استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية والاستفادة منها في أوكرانيا؟ هذا طبعا يفتح الباب بشكل كبير أن شرق أوكرانيا هي ليست النهاية، وهي قد تعني بأن القوات الروسية بعد إنهاء هذه المعركة التي ترونها قد تهدف لفتح الباب مرة أخرى لمحاولة السيطرة على أوديسا، رغم أن القوات الروسية قد انسحبت فعلا من جزيرة الأفعى وفتحت الباب لشمال البحر الأسود لكي تسيطر عليها أوكرانيا، ولكن أوديسا ستكون تحت الخطر، خاصة وأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد وضح بأن أوكرانيا بانضمامها للاتحاد الأوروبي، وكذلك الكلام عن انضمام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي منها مثلا مولدوفا على سبيل المثال، هي مراوغة ومناورة جيوسياسية خطيرة. وبالتالي قد نرى الطائرات المسيرة الإيرانية بالاعتماد على التقارير الأمريكية بأنها ستكون خطرة وخطرة للغاية في الفترة القادمة، وقد تتعدى وقد تصبح هذه الحرب مطولة وفيها استنزاف كبير جدا بكل تأكيد. We'll be right back.